مشهد ود كثير من عشاق التنس ألا يروه أبداً. ودع النجم الإسباني الكبير رافائيل نادال ميدان الكرة الصفراء بالدموع بعد خسارته لمباراة ربع نهائي في كأس ديفيز للتنس أمام الهولندي بوتيتش زانشلوب بمجموعتين دون رد. بدأ نادال مشواره الاحترافي عام 2001 ليحصل بعدها بأربعة أعوام على أول بطولة جراند سلام له، وهي بطولة رولان غاروس الفرنسية عام 2005، وليحافظ على اللقب لأربعة أعوام متتالية في مشوار متميز حقق فيه 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى للتنس وعلى كل الأرضيات. نادال لم يكن أعسر قط، لكن عمه ومدربه في ذلك الوقت توني نادال لاحظ أن رافا يسدد الضربات بقوة أكبر بيده اليسرى، ليتخذ القرار بتغيير طريقة لعب نادال إلى لاعب أعسر، وقد كان حينها في سن الثامنة فقط. وفي عام 2008 أهدى نادال بلاده ميدالية ذهبية في فردي التنس في أولمبياد بيجين وذهبية الزوج في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016. كوكب التنس السويسري روجر فيدرر وجه رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام إلى صديقه اللدود رافا، قال فيها إن عالم التنس فخور به وأنه استمتع باللعب معه طوال سنوات مواجهتهما معا، حيث تفوق نادال على فيدرر في 24 مباراة من أصل 40 مواجهة بينهما، والتي تعتبر من أرفع مباريات التنس في المستوى الفني والبدني. نادال نجم لا يأفل وأسطورة ستفخر بها إسبانيا وستخلدها باريس التي حصد فيها أكثر بطولاته المفضلة رولان غاروس بوقع 14 لقبا، ليسلم بعدها الراية لجيل شاب يعد إسبانيا بمواصلة القتال في لعبة الأمراء.